مرحبا يا شباب، كيفكن؟ شو الأخبار؟ اليوم ماريو ميكر وبدنا نتسلى اليوم بالمراحل الصعبة على الناس. اليوم رح نختار مراحل صعبة على الناس بدنا نحاول نربح فيها. يا سلام، صرنا زمان ما دخلنا ماريو، لذلك الله يستر. بس منقول بسم الله، أعطيني لايك. شوف لك هي 10700 محاولة بس 305 النجاح. المرحلة شكلها طويلة لكن لازم نربح فيها، الله يستر. بس ياه، شوف، أوكي، صرنا زمان على ماريو. كفو، اطلع. اوكي، واو، حلو حلو. مفروض نرسمها رسم، بس يلا معلش. الو، اوكي، ما في شيء. اوه، طول بالك. اوكي، عادي. دائما نفكرها صعبة لكن تطلع عادية. تشيك بوينت، كفو. اوكي، الو، اوه الرعب، واو الرعب. اوكي، حلوة يا المصمم. كفو، عندي احساس انه النهايه، ما بعرف ليش. كفو، تشيك بوينت تانيه. اوكي، الله يستر. بس يا المصمم، لا، شوف هي وين عزا، هي عند التشيك بوينت. اوكي، طريق تاني. اوكي، حلو. اسمع، ضيعني طريق نفسه، بدك تعيده. هو شو بس ضيعني. اوكي، حلو. شايف، بدك تعيده. انا بحكي لحالي وين. اوكي، توترنا شوي لانه ضعنا. المرة لازم نربح إجباري. بس شوفي هون، كفو، كلها قفز. طول بالك. بهدوء. خاف يطلع لي شيء. انزل، الله يستر من المصمم. كفو، النهاية. يا أخي، مرحلة رائعة، ترى المرحلة رائعة. أوكي، فيها حركات لطيفة، فيها حركة واحدة بس إنه بيضيعك، لكن المرحلة رائعة. بتكون بتلعب، بيضيعك شوي المصمم، لكن بتكمل صح. مرحلة بتجنن وتبلع قلب. بس يا المصمم، شوف لك هي 94000 محاولة، فقط 6700 الحل. اوكي، 7% معناتها سهل شوي، مانها صعبة، الله يستر. بس خلينا ندخل ونشوف، خلينا نفهم المرحلة اول شيء. الو، سهلة. شوف، كل شيء ازرق. اوكي، بدك تنتبه على التفاصيل، كل شيء باللون الازرق. اوكي، تشيك بوينت، كفو. يا زلمة، لا، حلو. الله يستر. بس مو راضي يطلع. شوف، بس كفو، تشيك بوينت.
مفاتيح. ايزي ايزي ايزي. اوكي كفو كفو. ايزي ايزي. حلوة سهلة، حلوة وسهلة. اوكي معلش معلش، خسارة او تنتين بهيك مراحل جدا عادي. المرحلة بتجنن، رائعة. اوكي ابلع قلب بس يا المصمم، وسهل كتير. 3525 محاولات، 211. اوكي اقل من 6%، على اساس هي صعبة. خلينا نشوف. اوه ليش شوفي بالاعلى. طيب اوكي حلو حلو، يعني باينتها سهلتها. ايزي اوكي سهلة. الله يستر بس. اوكي لو حاط لي اشواك تحت كانت راحت عليه. كثير سهل كثير. اوه شوف لك هي. طب ماشي افهم الموضوع، ماشي تفهمني الموضوع. اوه الوردة نزلت، شوف شوف. لحظة النهاية. اوكي ايزي كثير، كتير سهلة ترى. اوكي كتير سهلة، شلون ما انحلت معهم؟ شوف هاي 146 ألف محاولة بس، 1100 اللي حلوها سوبر اكسبرت. انا متأكد هاي سوبر اكسبرت. الله يستر بس سوبر اكسبرت. شوف لك حلوة حلوة. اوكي 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 شوف لك بس، شوف لك الازرار هون، شوف لك الازرار هون. لازم تشيك بوينت. الله يستر بس. حرام بس حلوة حلوة حلوة. لك تشيك بوينت يا المصمم، حركاتك سيئة بالمرحلة ترى، حركاتك سيئة كتير بالمرحلة، حركاتك سيئة بالمرحلة يا المصمم. بس النهاية، بس
بس هات النهاية، هات النهاية بس. واو، مرحلة صعبة وسيئة كتير، فيها حركات كتير سيئة من المصمم. زالك شكلك بتبلع بو. المرحلة صعبة كتير على أساسي سوبر إكسبرت. أنا شفتها صعبة بصراحة، أكتر من صعبة بشوي. فيها حركات كتير حلوة لكن أغلب الحركات كتير سيئة. مثال عن الحركات السيئة، لما تقفز مرتين وتأخذ السلحفات عشان تضرب بيحط لك سهم على اليمين، لذلك إجباري بكبك على جهة اليمين وبترع الأشواك بدال ما تأخذ السلحفات. هي بجزئية الأولى من المرحلة، لذلك تبلع بو. يا سلام، حليناها. شوف، حليناها وعطيناها بو. أوكي، هي أقل من 1%. بدك أجمل من هيك؟ بدك أجمل من هيك؟ كنا من الناس اللي ربحت. كاتب لك الصعوبة 5 نجوم تقريبا. يا أخي هون نحن منحلها. والله كفو يا شباب، حلينا المراحل صح. والله كفو يا حرام يا المصمم، بلع بو بالأزرق. أوكي، كل هذا الشيء بس عشان عندك جزئيات كانت سيئة وحكيت لكم ياها. انك تساوي مرحلة امر جدا عادي، انك تحط اشواك هذا الشيء رائع، بيزيد الصعوبة رغم انا اني بكره الاشواك، لكن انك تحط حركات سيئة تزعج اللاعب هذا شيء سيء، لذلك حليناها وعطيناك قلب ازرق مكسور. الحمد لله ربحنا فيهم. اخر مرحلة سوبر اكسبرت، انا متأكد مثل ماني شايفك المراحل اللي قبل على اساس في منهم سوبر اكسبرت، لكن انا شفتهم صعبين فقط. شكرا كتير لك للمشاهدة، لا تنسى تعطيني لايك، وإذا كنت جديد اشترك، وإن شاء الله بفيديوهات قادمة. مع السلامة.